أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليرموك. في الجزء الأول سوف نذهب مرة أخرى إلى الجرح الذي لا زال مفتوح، إنه الأقصى، القدس. ربما منذ أعوام طويلة، منذ عام 1967 لم يغلق المسجد، لكنه يغلق اليوم أمام أعيننا جميعا، حكومات وشعوب وأحزاب، أمام الجميع بلا استثناء. القدس يتعرض لحملة شرسة من التهويد. القدس تتعرض لواحدة من أشد الحملات للاستيطان. المسجد وباحاته هجمات دائما ومستمرة من قبل قطعان المستوطنين. هناك خطة حقيقية، هناك مشروع إسرائيلي حقيقي على الأرض يستهدف المسجد، وباعتقادي أن تطبيقه يجري كما يريدونهم وعلى أحسن حال بالنسبة إليهم. المسجد ماذا يريد منه اليهود؟ يريد منه تقسيم زماني ومكاني، يريد منه نسخة كما هو الحال في الحرم الإبراهيمي. حتى هذه اللحظة ما أرى أن موضوع القدس لا زال لا يلقى من الجميع بلا استثناء، حكومات ورسميين، شعوب ومؤسسات مجتمع مدني، أحزاب وغيرهم، ناشطين وغير ناشطين، رجالات دين، الجميع بلا استثناء لا يلقى الآن المسجد حتى الآن ذلك الاهتمام الكافي والواجب حتى هذه اللحظة أن نستدركه. بالمقابل هناك اعتقالات في عمان، اعتقالات لأسرى سابقين، اعتقالات لناشطين سياسيين يدافعون عن الأقصى ويدافعون عن الأسرى. فالمعادلة مرتبكة، والوضع في كثير يعني من الأحيان تجد نفسك عاجزا عن أن تفسرها أو أن تفهمها. طبعا هذه ما تشاهدون الآن على الشاشة مشاهد قبل قليل جاءتنا من المسجد الأقصى والقدس في الاشتباكات هناك. هؤلاء يقفون اليوم لوحدهم، الفلسطينيون 48 وفلسطينيون الداخل لازالوا هم خط الدفاع الأول عن المسجد. أهل القدس فقط هم الذين يدافعون عن هذا المسجد. معنا الآن على الهاتف الدكتور عبد الستار قاسم، وهو الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية. مساء الخير دكتور عبد الستار. مساء الخير، تحياتي. يعني حتى هذه اللحظة نداءات حديث وحديث، الأقصى يتعرض على ما يبدو لانتهاكات مستمرة، مخطط يسير على ما يرام بالنسبة للإسرائيلي. كيف يمكن أن نقرأ المشهد؟ أين التقصير؟ نعم، أنت قرأت، هو يسير على ما يرام. نعم، وإسرائيل مطمئنة تماما. لا يوجد من يتحداها، ولا يوجد من يؤرق المشاريع، ولا من يقف بوجهه. على أي حال، نعم، خلينا نحط الأطراف أمامنا على الطاولة. تفضل. أولا بالنسبة لإسرائيل تنقسم إلى قسمين. القسم الآن الذي يدفع باتجاه استغلال الحدث لمزيد من الاستيطان ولمزيد من الانتهاكات في المسجد الأقصى. الطرف الآخر اللي هو الحكومة الإسرائيلية التي تتعرض إلى ضغوط كبيرة جدا من الدول الأوروبية من أجل أن تخفف عن الشعب الفلسطيني، لأن كلما ارتفع الضغط تتعرض إسرائيل إلى مزيد من الخطر. وهذا طبعا الاستياء الأوروبي ظهر في السويد وظهر في بريطانيا من ناحية الاعتراف بدولة فلسطينية، فضلا أنه عدد من الكتاب اليهود حقيقة يعني ينصحون الحكومة الإسرائيلية بالتخفيف، لأنه ما دام هذا الضغط مستمر في النهاية سينفجر الشعب الفلسطيني، وهذا وارد جدا، وهذا منطق تاريخي على أي حال، لأن الشعوب كلما تعرضت إلى الضغوط هي ستنفجر. الآن بالنسبة للشعب الفلسطيني، نحن عندنا مشكلة جماهيرية، وهو أن قوة الدفع لدى الشارع الفلسطيني ما زالت ضعيفة. يعني إذا لاحظت في الحرب على غزة، صحيح، كان الحركة في الضفة الغربية ضعيفة. نعم، كان يحصل حركة هنا وهناك، لكن عندما كانت تحصل حركة كانت تحصل محليا ومؤقتا وآنيا، محليا وآنيا، بمعنى أنه كانت تحصل في مكان الحدث وفقط في فترة الحدث. يعني غدا بعد الحدث ما في شيء، ولا يحصل امتداد مكاني للاحتجازات التي كانت تحصل إبان الحرب. وهذا ما زال الخوف منه قائم، بمعنى أنه نخشى أن تكون الحركة فقط في القدس ولفترة محددة. نعم، يعني حتى الآن العديد من المدن والقرى الفلسطينية لم تتفاعل مع مسألة الأقصى، ولم تتفاعل مع ما جرى اليوم في القدس.
هل سنتفاعل؟ أنا تقديري لو تفاعلنا سيكون تفاعلنا ضعيف. السبب لأن الناس لم تعد لديهم الثقة بالمسؤول ولا بالسياسي، وأيضا أنه صار في خلل في الثقافة الوطنية الفلسطينية وتراجعت لصالح الثقافة الاستهلاكية، وأصبح رب البيت يعني مشغول بهمومه الخاصة وليس بالهم الوطني. الهم الوطني تراجع. أما على المستوى الرسمي أخي الكريم، السلطة الفلسطينية ضدنا وليست معنا، وهي التي دائما تطمئن إسرائيل بأننا لن نصنع شيئا، وأنه إذا حصلت انتفاضة أو حصلت مقاومة نحن سنقاومها. ودائما طبعا يعني من خلال الأجهزة الأمنية نحن نقوم بمواجهة كل الذين يواجهون إسرائيل، وبالتالي إسرائيل لا تعتمد على عضلاتها فقط، وإنما تعتمد أيضا من سوس الخشب، السوس اللي فينا نحن، وهذا أكبر عامل مسبب حصل في التاريخ الفلسطيني. وهذا أنا بسميه دكتور عبد الستار، يعني نفهم من كلامك أن الأقصى لوحده وأن الأمور تذهب باتجاه فعلا أن يحقق الإسرائيلي ما يريد هناك من تقسيم مكاني وزماني وربما أبعد من ذلك؟ نعم هو أبعد من ذلك. نعم، يعني المسجد الأقصى ليس كالحرم الإبراهيمي. هم يتوعدون بهدم المسجد الأقصى، لكن طبعا في الحراس اللي هم الفلسطينيين في 48، وبعض أهل القدس، وربما بعض الناس في الضفة الغربية. لكن السؤال الثاني، يعني أين هي الفصائل؟ يعني أين حماس والجهاد الإسلامي؟ نعم، سؤال مهم. عبر هالسنوات الطويلة ما استطاعت حماس والجهاد الإسلامي أن تشكلها بعض خلايا اللي تكون مؤثرة في ساحة المواجهة ضد إسرائيل. هذا سنرى. يعني العمل الفردي لوحده ما بيكفي، يجب أن يكون هناك عمل تنظيمي من أجل أن يكون موجه وأن يكون هادف. طيب، وواعي وإلى آخره. دكتور عبد الستار، هل تستغل إسرائيل الواقع الإقليمي، ما يجري في سوريا وما يجري في العراق، يعني بمعنى وما يجري في مصر؟ بالتأكيد. هو شوف، يعني بالواقع الإقليمي نحن بدنا نشطب الأنظمة العربية. نحن الآن في مرحلة التحالف العربي الإسرائيلي، والتحالف على قدم وساق بين العديد من الأنظمة العربية وإسرائيل، وأغلب الجيوش العربية أصلا هي تقف حارسا على إسرائيل. نعم. وانتو جيراننا يعني يا أخي الكريم، يعني انتو بتحرس إسرائيل زي ما أنه سلطتنا الفلسطينية بتحرس إسرائيل، الجيش الأردني يحرس إسرائيل، والجيش المصري يحرس إسرائيل، وهذا اللي بيدمر بيوت شعبه عماله في مصر. هذا بده يوقف مع المسجد الأقصى؟ نعم. ولا السعودية اللي بترجع زيت الزيتون المصدر من الفلاح الفلسطيني اللي بيضحط على اخوة الروس بترجعه وممنوع التصدير؟ هذا بده يدافع عن المسجد الأقصى. إذا الأقصى لوحده على ما يبدو. نعم، على ما يبدو. شكرا لك دكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية من الضفة الغربية، شكرا لك مرة أخرى. إذا على ما يبدو فعلا أن الأقصى لوحده، أن المرابطين هناك هم فقط من فلسطيني 48 ومن أهل القدس، هناك تقصير كبير، وعلى ما يبدو أن إسرائيل تستثمر ذلك على خير ما يرام. الواقع الإقليمي العربي مرتبك، هناك حالة انشغال تام بما يجري من سفك للدماء سواء في سوريا أو في العراق أو في مصر، أيضا الحالة في الضفة الغربية يعني تحتاج ربما إلى كثير من الوقت حتى يعاد إنتاجها باتجاه بوصلة القدس. هناك حالة فتور برود لا يمكن فهمها، لا تفهم، فهمت هناك دور كبير للسلطة في كبح جماح أي حركة تجاه القدس. فعلى ما يبدو أن هناك إشكالات كبيرة تتعلق بدافعية الجميع في كل مكان تجاه الأقصى والقدس. نذهب الآن إلى تقرير أيضا يتعلق بالقدس والأقصى. تتمادى قوات الاحتلال بممارسة أنواع الانتهاكات في الحرم القدسي الشريف، فيرد المقدسيون بمحاولة اغتيال أكبر الداعين لاقتحامات الأقصى. تغتال قوة صهيونية خاصة أسيرا محررا اتهمته بمحاولة اغتيال الحاخام، لتعلن بعد ذلك إغلاق المسجد الأقصى بشكل كامل. ويأتي إغلاق المسجد الأقصى في سابقة هي الأولى من نوعها منذ احتلال القدس عام 67، ويضاف إلى إغلاق المسجد انتشار لمئات من عناصر شرطة وجنود الاحتلال والوحدات الخاصة على كافة مداخل وبوابات الحرم الشريف. وعقب اغتيالها الأسير المحرر معتز حجازي إثر اشتباك بحي الثوري ببلدة سلوان، منعت قوات الاحتلال التجول في الحي، كما أغلقت كافة مداخل بلدة سلوان، بالإضافة إلى إطلاق بالونات مراقبة في عدة أحياء بالقدس.
وتأتي التطورات الأخيرة بعد محاولة اغتيال للحاخام الصهيوني يهودا جليك الذي يعتبر أكبر الداعين لتنفيذ اقتحامات يومية في المسجد الأقصى، ليتهم الاحتلال بعدها الشهيد حجازي بتنفيذ العملية ويقوم باغتياله فجر اليوم. من جهتها باركت فصائل المقاومة الفلسطينية محاولة اغتيال الحاخام اليهودي، كما توجهت كتائب القسام بالتحية للأيدي المقدسية الطاهرة التي أطلقت ما أسمتها رصاصات الثأر صوب صدر المجرم الصهيوني الذي دنس الأقصى المبارك. وفي ظل هذا المشهد البطولي للمقدسيين من جهة والاحتلالي للمستوطنين من جهة أخرى، ينظر مراقبون إلى أن ما يجري يلخص صورة التخاذل العربي منذ اليوم الأول لاحتلال فلسطين، ليعلن المقدسيون المرابطون على عتبات الأقصى أنهم الأقدر على حمايته. محمد بشر، اليرموك. إذن لاحظنا أن التقرير ذكر اسم حاخام اسمه غليك، وهذا يعني ضروري أن نسلط الضوء عليه. طبعا لابد أن ننتبه أن التطورات أو التحولات في المجتمع الإسرائيلي بعد عام 1994 بعد اغتيال إسحاق رابين، أصبح المجتمع في خياراته، بمعنى بالانتخابات الكنيست يميل إلى اليمين واليمين المتطرف وأقصى اليمين، وما كان يسمى في اليسار اندثر وراح ميرتس ويوسي ساريد وجماعته، لم يتبقى إلا أقصى اليمين. فالمجتمع الإسرائيلي ينتخب حاخامات، ينتخب اليمين، ينتخب المتطرفين، ينتخب المتصهينين أكثر فأكثر، ينتخب أصحاب البرامج والمشاريع التي تريد أن تهجر الفلسطينيين وأن لا تتنازل لا عن أقصى ولا تعترف بحدود ولا بغيره. إغليق هذا يهاجم أعضاء الكنيست، يهاجم الحكومة الإسرائيلية لأنه يطالب أو يتهمهم بعدم اهتمامهم بالحق اليهودي في المسجد الأقصى، ينظم مسيرات بشكل دائم واقتحامات للأقصى يقودها هذا الرجل. لذلك كانت هناك محاولات للاغتيال على اعتبار أنه واحد من عرابين هذه الاعتداءات. لكن للأمانة علينا لا نظلم غليك كثير، حكومة نتنياهو تشرف على هذا المشروع، هي التي تقوم به، هو متطرف وهم متطرفون أيضا. الآن منشوف فيديو يتعلق بالحاخام غليك. إذا نلاحظ من هذا الفيديو الحاخام إغليق وزمرته يستهزئون بالقرآن ويستهزئون بالإسلام، وكما أشرت أنه واحد من الحاخامات وواحد من الذين ينتجهم بشكل دائم ومستمر آلة المجتمع الإسرائيلي باتجاه التطرف والتشدد والإرهاب، وبالتالي هناك عندهم مجموعة من الفلسفات والمبادئ تدعمها وتؤيدها حكومة نتنياهو وكل الحكومات باتجاه تهويد أكثر للمسجد الأقصى، تهويد أكثر للقدس، مزيد من المستوطنات في كل المدن. بالنهاية لا دولة فلسطينية ولا حدود ولا كل هذه الأمور. ومع ذلك هناك مقاومة حقيقية، صحيح أنها محصورة بفلسطيني 48 وبأهل القدس تحديدا. فهذا الشهيد معتز حجازي، شاب من مواليد عام 1982 من سكان شرق القدس، يقدم أيضا نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن أجل الدفاع عن القدس. درس الهندسة الكهربائية وقد حكمت عليه المحكمة الاحتلالية بحكم لمدة 6 سنوات لأنه شارك في فعاليات في انتفاضة الأقصى. إذن هذا البطل أيضا يعني ربما يستحق منه هو وجميع زملائه، جميع الذين يرابطون في القدس كل التحية، ونخلع لنا لهم القبعات وننحني يعني احتراما وتقديرا لجهودهم التي يقدمونها. معنا أيضا فيديو تتحدث فيه والدة معتز هذا البطل الذي قدم نفسه في سبيل كما أشرت الله سبحانه وتعالى ومن أجل الدفاع عن الأقصى والقدس. اعتدوا عليه وطخوا برصاص،
رصاص وخلوه مرمي لمدة ساعتين صفى دمه، ما بده حدا يطلع يجيب لهم يجيب إسعاف، منعين حدا يطلع، منعين حدا يتصل، منعين حدا من الجيران يشوف شو صار معاه بالضبط، ممنوع. طب خالتي انت قضوا عليه بدم بارد، يعني قتلوه بدم بارد، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله ينتقم منهم شر انتقام ان شاء الله تعالى. طب شو بتوجهي رسالة؟ شو بتحكي يعني انه انت ابنك الله يرحمه شهيد، واحنا كلنا خالتي ولادك، انت شو بتحكي، انه شو شعورك كأنه شهيد؟ انا بصراحة بالنسبة لابني كتير كان انسان خلوق محترم وادنى ومحبوب من كل الناس، يعني كان الجيران كلهم تحبه، المعارف ما في حدا عمره شكى منه، وكان من بيت لشغله ومن شغله لبيته، مش تبع مشاكل ولا تبع مشغبات، يعني كان مسالم إنسان بشوش ومحترم، آدم كتير. فأنا حتى الآن مذهول، مش مصدق أنه ممكن يعني تهموه اتهام هذا. من وين جابوا الاتهام؟ من وين جابوا الحكي هذا كله مختلق من عندهم؟ هدول بتفششوا وبدهم بس أي حدا يصطادوه، بس هذا كل ما في الأمر، لكن مش مثبتين عليه أي إشي. بعدين أنا ابني مش وش ذلك بالمرة، يعني لا بيمسك سلاح ولا عمره قتل حدا، فكيف يواجهوا التهم زي هاي؟ وبعدين ليش يعتقلوا جوزي وابني؟ ليش؟ بأي حق؟ ما إلهم في هالأشياء. بعدين ليش ما حكوا معاه قبل ما يتخوه ويعذبوه وينكلوا فيه فوق على السطح ويطلعوا مخه من راسه؟ ليش؟ الله ما قاله هذا، شو هالتوحش والإجرام هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، والله يتقلدهم يا رب، الله ينتقم منهم شر انتقام. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ما تقوله أم معتز حجازي، اللي اليوم فجر اليوم تم اغتياله على يد قوات الاحتلال الخاصة في منزله بحي الثوري في شرق القدس. وهذا البطل كما أشرت، كما كل الأبطال الذين يدافعون اليوم عن القدس والأقصى بصدور عارية من الحالة اللوجستية بمعنى السلاح، وعارية أيضا من كل الذين تخلوا عنهم في الضفة الغربية، هناك تخلي هنا وهناك في جميع بلاد العربي أوطاني وفي جماع بلاد الإسلام، اليوم هناك تقصير كبير تجاه الأقصى والقدس، ومع ذلك يبقى هؤلاء الأبطال المتواجدين في كل هذه الأماكن يقدمون ما يجب منهم على قاعدة لا تزال طائفة من أمتي، لا يزال هؤلاء القلة القليلة من فلسطيني 48 ومن أهل القدس يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن المقدسات في سبيل الله، ونحن لازلنا نراقب وننتظر. الموقف الرسمي العربي إلى هذه اللحظة لا يمكن أن يوصف إلا أنه مخزي. وصلتنا أيضا تقارير تتحدث عما يجري الآن في القدس والأقصى، تقارير من الضفة الغربية أيضا، إذا بالإمكان نشوفها شباب. على أصوات هذه التكبيرات كانت القدس على موعد اغتيال لأسير محرر بعد مداهمة منزله وإصابته بعدة رصاصات إسرائيلية استقرت في جسده ليرتقي شهيدا. الشهيد المقدسي معتز حجاز اغتالته القوات الخاصة الإسرائيلية على سطح منزله في حي الثوري شرق المدينة، وأصابت عدة مواطنين واعتقلت ذويه. أنا كنت في زيارة لناس في العزرية، واحدة مريضة كنت بطلع عليها يعني، واتصلت الصبح في بنتي على أساس أطمن عليها إنها راحت على الشغل ولا لا، لأنه أحيانا بيروح عليها نومي، فبتقول لي ياما هيك صار في سكروا الطرق وسكروا الجيش إجا وقوات خاصة وبعدين سكرت الخط، ما أعطتنيش يعني صورة واضحة أكثر. قلت لها طيب اتصلي فيها بعدين، كل شوية بتصل فيها ما بتردش. أتاري صاير يعني أشياء هون كتير، جايين هون اليهود فايتين مكسرين الدار، مكسرين لو واخدينه من الغرفة من داره، واخدين معتز من داره مطلعينه فوق على سطوح ومعتدين عليه ضربينه ومكسرين الخزان على راسه وهيك شيء وطخينه. عملية الاغتيال جاءت بادعاء إسرائيلي تنفيذ الشهيد لمحاولة اغتيال المتطرف يهودا غليك الذي اشتهر باقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، وسرعان ما أعلن عن إصابته حتى شرعت إسرائيل بإصدار قرار يقضي بإغلاق المسجد الأقصى. أتينا إلى الصلاة في المسجد الأقصى، وإذا مسجد الأقصى أبوابه مغلقة لا يسمح لأي أحد أن يدخل المسجد الأقصى منذ الفجر،
والآن ما ندري ما يجري في المسجد الأقصى. هل دخلوا؟ هل أقاموا؟ هل عملوا أي عمل ضد الإسلام؟ أين أنتم يا إسلام؟ أين المسلمين؟ أيها المسلمين، حان وقت الجهاد، حان وقت الجهاد للمسجد الأقصى. والله كل ما لم يأتي هذا الشيء في قلبه فهو خارج عن المية الإسلامية. عندما نرى أن هذه الأماكن تدنس بأيدي القردة والخنازين، فقوموا يا مسلمين، قوموا لمسجدكم، قوموا لبيت الله الذي ذكره، قوموا لبيت الله الذي أصر على أنه الأقصى الذي أصلى به محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. مواجهات متفرقة اندلعت في مدينة القدس في مختلف أحيائها ردا على جريمة الاغتيال وتنديدا بإغلاق المسجد، الأمر الذي ينذر بفتح مواجهة جديدة قد تكون بداية مرحلة للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات في المدينة كما يرى مراقبون. إسرائيل حقا في مشكلة، ويدل على أنه بعد معركة غزة العظيمة أنه إسرائيل تشعر يعني بخلل في أمنها وخلل في قدرتها على حماية الأراضي المحتلة سواء 67 أو مناطق 48. الوطن هو عبارة عن شيء مادي وشيء روحي، يحاولوا أن يغتصبوا ويحاولوا أن يستولوا على جوهرهم الروحي والديني، ومن أجل يعني محاولة لطرد كل الفلسطينيين من القدس كمقدمة لطرد الفلسطينيين إلى شرق الأردن واعتبار الأردن وطن بديل للفلسطينيين، وهذا ما نناضل ضده. أحداث متتالية في مدينة القدس المحتلة، إغلاقات ومداهمات واغتيالات واعتقال، أعادت المدينة للواجهة من جديد وأسست لمشهد قادم قد يكون التصعيد فيه سيد الموقف. بقناة اليرموك الفضائية، محمد الأطرش، الضفة المحتلة. إذن هذه الظروف التي تعيشها القدس الآن. أيضا كما أشرنا أن هناك اعتقالات في عمان لمهندسين، هما المهندس مازن ملصة وأيضا المهندس غسان دوعر، وهناك أيضا ملاحقة ومطالبة باعتقال أنس أبو خضير. معنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ حكمة الرواجدة، الأستاذ المحامي حكمة الرواجدة. مساء الخير أستاذ حكمة. مساء النور أخ عمر، حياك الله. يعني أستاذ حكمة، اليوم اعتقال لمهندسين اثنين، ما هي الأسباب؟ هل تابعت الموضوع حقوقيا؟ ما التهم التي وجهت لهم؟ والله للأسف الأسباب للآن لا نعلمها. أنا منذ أن علمت بالصباح باعتقالهم باشرت اتصال مع المهندس عبد الله عبيدات، نعم، واستفسرت منه وأبديت استعدادي للدفاع عنهم، لكن طلبت إبلاغي يعني عن الجهة الأمنية اللي اعتقلتهم أو مكان توقيفهم. وكذلك يعني بعد ساعات حاولت أتصل، ما زلت يعني قبل ساعة وأنا للآن ما أعلم وين مكانهم. حاولت اتصال مع مدعي عام أمن الدولة حتى أستفسر يعني عن مكان وجودهم، حتى أزورهم وأخذ مكانتهم وأطلع يعني على أسباب اعتقالهم. أنا باعتقادي واعتقاد الكثيرين أنه يعني السبب الرئيسي في هذا الموضوع هو النشاط الذي منوي القيام به يوم السبت دعما يعني للأسرى الأردنيين، ويعني احتفاء بذكرى صفقة وفاء الأحرار. باعتقادي ما في سبب آخر لاعتقالهم. نعم. الحقيقة الشيء المستغرب إنه يعني ما زلنا يعني نعيش بفترات يعني زوار الليل، يعني ما زالوا موجودين وما زالت الأسلوب المتبع هو. يعني لماذا ترويع الآمنين؟ لماذا ترويع الأهالي والزوجة والأولاد؟ إذا كان أي أحد المواطنين عليه أي شبهة أمنية أو عليه أي يعني قام بأي فعل يشكل جرم، كان من الوضع الطبيعي أنه يرسل له مذكرة باللي هم بالدوام وبخلال وضع من خلال الجهة القضائية المختصة، ويتم استدعاء والتحقيق معه إذا كان في تهمة. أما نزوره في الليل ونروع أهله ونفتش البيوت وغيرها، يعني هذا شيء مستغرب إنه ما زال موجود عندنا وما زالت الأجهزة الأمنية عندنا والدولة الأردنية عندنا ما زالت مصرعة هذا الأسلوب. طيب. المرفوض واللي مو مقبول حقيقة. طيب أستاذ حكمة، يعني قد يكون هناك الاعتقال في جوانب سياسية، لكن حتى الآن يعني ما استطعت تزورهم نهائيا ولا تتعرف على مكان توقف. ما أعرف مكانهم حتى أزورهم يا أخي الكريم أبدا، يعني من خلالهم ومن خلال من حولهم ومن خلال المدعي العام ما استطعت أوصل لأي معلومة وين مكانهم.
طيب كيف تفسر ذلك؟ يعني هل هناك يعني بعض وكالات الأنباء لوحت باتهامات هنا وهنا، لم يصدر شيء رسمي، هي مجرد إشاعات؟ طبعا هي ادعاءات، والحقيقة شيء غريب يعني أن نسمع أنهم يحرضون أو بيعملوا دعاية لداعش، يعني هؤلاء أصحاب الفكر الإسلامي الوسطي يتهمون بهم مثل هذه التهمة. نعم. يعني الوضع الطبيعي أن نعرف مكانهم وتوجه لهم تهم واضحة وحقيقية، ويسمح لهم أن يكون يرافقهم محامي عند التحقيق. هذا هو الوضع الطبيعي، هذا اللي يجب أن يمارس في دولة القانون والمؤسسات الذين يدعون وجودها مع أنها غير موجودة على أرض الواقع. نعم، أشكرك الأستاذ المحامي حكمة الرواجدي، حدثنا عن اعتقال المهندسين مازن ملصة وغسان دعاء. إذن نصل هنا أعزائي المشاهدين إلى ختام جزءنا الأول المتعلق بالحديث عما يجري من تداعيات جديدة في القدس والأقصى. في الجزء الثاني سوف يكون لنا لقاء هام هنا في استديوهات اليرموك، في استديو اليرموك مع معالي المهندس عبد الهادي المجالي، حيث سوف نجوب معه إلى ملفات كثيرة محلية وإقليمية وربما دولية. إذن انتظرونا بعد الفاصل مع معالي الباشا عبد الهادي المجالي.